اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف؟ انا النهارده وانا بتسوق، وطبيعتي انا بحب دايما اشتري الخضار الفاكهه بايدي، بستمتع وانا بشوف كده خير ارضنا اذا كان من الفواكه او الخضار. النهارده معانا ميني بطاطا، شفتها بالصدفه ودي مش موجوده دايما، فرصه تجيبيها لاولادك وتعمليها النهارده مشويه بالاعشاب، هتعجبهم على فكره، والميزه فيها شكلها يفتح النفس وحاجه جديده على السفره. هتعجب ولادك بما ان البطاطا قيمتها الغذائيه عاليه جدا وغنيه بالكربوهيدرات والنشويات. معايا السبانخ النهارده من خير ارضنا، هنعمل كفته الدجاج بالسبانخ. في اطفال كتير وفي كبار مش بيحبوا السبانخ، غريبه عليهم شويه، فالسبانخ النهارده هنخليهم ياكلوها مع كفته الدجاج. ازاي؟ بالخبره الطهويه. معانا النهارده الروس سلط بالكنوه. الروس سلط دي سلطه فيها كل انواع الخضار المسلوق، اذا كان بطاطس او جزر، ممكن نحط لها كوسه بسله زي ما احنا عايزين. وكلنا عارفين البطاطس او الجزر او البسله قيمتهم الغذائيه عاليه جدا، ولكن لما نضيف لهم كنوه مسلوقه الموضوع هيختلف هنا وتبقى سلطه صحيه. في تفاصيل كتير في الحلقه، في معلومه غير معلومه، مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. أتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي شفنا نوع بطاطس، نوعية صغيرة، نوعية جديدة، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي مشوية بالاعشاب. الاكل بتاعنا بقدر الامكان بيكون هيلثي، احنا اتفقنا مع بعض يوم الاحد من كل اسبوع هيلثي بنسبة 50% 60%، المهم ان جواكي تعملي اكل صحي، ده المطلوب. معانا المقادير على الشاشة، بطاطس صغيرة كده بالشكل ده كده، ممكن تكون كبيرة لو مش لاقي دي وتقطعيها أربع تربع مفيش مشكلة، مكعبات بس لازم بالقشر بتاعها. ومعانا روزماري، ومعانا زعتر، ومعانا بابريكا، قليل من الكركم، زيت زيتون، وتوم ده أساسي معانا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي. بتعملي بطاطس، بتعملي فراخ، بتعملي لحمة، لازم تحط في الاعتبار إن الأكل ده يناسب كل أفراد الأسرة، صغير وكبير، وده مهم جدا على فكرة، تسمع صوته هو تحت اسنانك. حاضر يا يوسف، شايفين التتبيله الحلوه دي كده؟ ده روزماري وزعتر، تاني روزماري وزعتر وتوم وزيت زيتون، بابريكا، قليل من الكركم، كركم مفيد جدا يا حبايبي، خلي بالكم بيلعب دور مهم جدا في تقويه المناعه وخاصه الكبد وينقي الكبد. شايفين التتبيله دي لطيفه وجميله. الملح بتاعنا، الأرنبيط يا يوسف، بنشتري أرنبيطايه من السوق بناخدها، غسيل الأرنبيط صعب جدا خلي بالك، لأنه طبعا العوامل الجوية اللي احنا فيها والشتاء بيبقى معرض للأتربة والرمال والحاجات دي كلها بطبيعة زراعته بطبيعة أرضه، فلازم يتغسل بمية ساعة من الحنفية ويتنقع فيها لغاية لما نتخلص من كل حاجة فيه. حلو الكلام. بعد كده بناخده غلوة في النار. ايه هي الغلوه اللي في النار؟ ميه مغليه، بنحط عليها شويه كمون وعصره ليمون، ويتحط في ميه مغليه ويتصفى. ليه يا عم الشيف الموضوع ميه وكمون وعصره ليمون؟ عشان نتخلص من الكبريت اللي فيه اللي بيعمل لنا مشاكل مع الكلود. وبعد كده نسيبه يبرد، بنعمل تتبيله من الدقيق والبيض والكزبره الخضراء والثوم، ونسقط فيها الارنبيط ونقليه. بعد كده شفتوا الخلطه اللي انا عملتها دي كده؟ تاني حطيت معلقه دقيق مع الخلطه دي كده زي ما هي كده اهو، وانزل بالبطاطس الحلوه دي كده. ليه حطيت دقيق يا شيف؟ عشان الكفر بتاع البطاطس يتغلف بالتتبيله. معلقه دقيق صغيره زي ما انا شغال كده اهو اهو، حلو اهو، وقليل من الماء المثلج بس خلاص. وعندي طاسة على النار شديدة الحرارة جاهزة معايا اهي زي الفل، حطيتها على عين البوتاجاز ده الطبيعي، واخد البطاطس دي كده
من تحت لفوق كده، التتبيله دي تطلع كده اهو. اتغلفت بواسطه الدقيق والميه عشان البطاطس الصغيره دي تشيل كفر من التتبيله اللي انا عملتها من الزعتر والروزماري والثوم وزيت الزيتون والملح والفلفل. شايفين البطاطس لونها اتغير ازاي بالشكل ده كده. دي مش هتاخد وقت كتير في السوى، بس اهم حاجه تحطيها في درجه حراره فرن عاليه شويه، 180 تقريبا يعني، اللي هي درجه تسويه الكيكه. البطاطس لونها اتغير ازاي معايا؟ اه، فيها طعم الروزماري، فيها طعم الزعتر، حلوه قوي. دي بتبقى مشهوره ببعض المطاعم بيعملوها، بيقدموها مع المشويات. ننزل بقى هنا كده. يا ويلي يا ويلي، هو ده. زي الفل يا عم الشيف. كده البطاطس جاهزه بدرجه حراره الفرن 180. نروق عليها كده. وحاجه جديده، مش كل يوم هناكل البطاطس الصينيه مع فراخ. حلو اهي. نفتح الفرن بتاعنا. اللهم صل على النبي. تبص عليها كده بصه اهي. طريقة جديدة وسهلة، واقفة في المطبخ بتعملي حلة محشي، بتعملي كوارع، بتعملي أي أكلة كانت ومعاك وقت في الفرن، هتفتحي الفرن وأنت واقفة في المطبخ تدخليها كده أهي. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، نبص على الإبداع الطهوي في قلب الفرن. كيلو بطاطس تقريبا يعني بثلاثة تعريفة جبناه، عملناه بطعم جديد وبشكل جديد لأولادنا وحبايبنا اللي بيحبوا ياكلوا الأكل دايما من ايدين مامتهم. استاذن حضراتكم، ناخد بعضينا ونطلع فاصل. السبانخ النهارده هنعملها بطريقه جديده مع كفته الدجاج عشان الاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا السبانخ، عشان نعالج الانيميا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقه، الحاجه اللي بتاخد وقت كبير في النار احنا بنبدا بيها. البطاطس خلاص خلصنا منها والدوشه بتاعتها، هي بتستوي في الفرن. انا بعلمك ازاي تنظمي وقتك لما تخش المطبخ. انت اولى بكل دقيقه من وقتك. ممكن تكون قاعده في الصالون، قاعده مع اولادك، زي ما انت عايزه، بس لما تكون واقفه في المطبخ، واقفه بتركيزك، بصحتك، بكل حاجه. فاستغلي الوقت في ده في انك تعملي كذا طبق ممكن ما تاكلوش النهارده تاكليه بكره، زي البطاطس دي ممكن تقعد عندنا يومين ثلاثه ناكل منها، مفيش اي مشكله. انا هشوف دلوقتي مقادير كفته الدجاج بالسبانخ، ودي حاجه جديده لطيفه وجميله، وبهديها للاطفال الحلوين وكبار السن اللي مش بيحبوا السبانخ. لما يلاقوها جوه فراخ بالتاكيد هياكلوها. معانا سبانخ صورتها جميله بتتكلم مصر على الشاشه، معانا صدور فراخ مفرومه، معانا توم وبصل وشويه برغل مغسولين ومنقوعين، ومعانا التوم وبصل والبهارات بتاعتنا. تعالوا نشوف ده بنشتغل فيها ازاي مع بعض ومقاديرها على الشاشه. حلو الكلام. مقادير كفته الدجاج بالسبانخ، حلو قوي. طبعا في المقادير بياض بيض. انا بدعم الاكله هنا، مش بدعمها بان انا احط مكونات وخلاص، لا، يعني طالما في فراخ، في سبانخ، في بياض بيض، كالسيوم، بوتاسيوم، معادن، احنا بنعمل بقدر الامكان الاكله تكون صحيه اولادنا يستفيدوا بيها. هناخد صدور الفراخ اللي اتفرمت دي كده معانا بالشكل ده كده. ممكن تجيبيها من عند الراجل الفرارجي سليمه زي ما هي، وتقطعها مكعبات او تخليها زي ما هي، مفيش مشكله اهي. بتنزليها في الكبه بتاعتك كده. الكبه دي بتجيبيها من مصروف البيت، بلاها تجيب انك نجفه، بلاها انك تجيبي حاجات من الحاجات المنزليه. ولكن لما تجيبي كبه حلوه دي بتديكي فرصه انك انت تبدعي في المطبخ وتعملي حاجات كتيره حلوه. معانا برغل. البرغل ده اللي بنستخدمه في سلطه التبوله، ده بيتغسل مره واثنين وثلاثه ونسيبه على جنب. ده بيتاكل ني على فكره، بس بيستخدم دايما في عمايل الكبيبه، في اطباق الكفته، في اطباق السلطات، زي ما احنا عايزين. برغل ده منه الناعم ومنه الخشن، منه اللون غامق ولون فاتح. يفضل استخدام اللون الفاتح في عمل اطباق الكفته. هناخد البرغل ده نحطه هنا كده نص الكميه. هناخد يا عم الشيف بصل ناعم، بنحطه هنا.
مفروم ناعم عشان الكبة تفرمه بسرعة. عموما يعني ناخد توم مفروم ناعم، حلو قوي. بياض البيض، فصلنا البياض عن الصفار، بناخد البياض بنسقطه هنا. هنا بقى الكفتة بتاعتي دي هتتفرج عليها دلوقتي، كل دول مع بعض يعني مشيب زي الفل. مش هحط توابل دلوقتي خالص، هحط ورقتين نعناع حلوين عشان الشماخة بتاعة البرغل. بتعملوا كبيبة اللي هي الكبة، اخواننا في الشام السوريين واللبنانيين يسموها كبيبة، كبة مقلية، كبة شامية، كبة سمائية، كبة رمانية، كل دي انواع عجينة الكبيبة اللي هي برغل ولحمة. دول ورقتين نعناع حلوين عشان الشماخة بتاعة البرغل، حلو الكلام؟ لأن البرغل ده اللي هي الحبوب القمح الصلبة بتتجاب وتتصنع وطالع منها، يعني البرغل ده مش شجرة بتطلع برغل، لا ده البرغل ده القمح الصلب بيطلع منه برغل ناعم وبرغل خشن. كل دول مع بعض هنقفلهم كده ونشغل الكبة بتاعتنا، من غير أي توابل خالص. اللهم صل على النبي، يلا. بنعتذر عن الصوت، نبص كده الخليط ده كده طبيعي، بنلم المكونات دي كلها بالشكل ده كده اهو، شايف الخليط ده؟ دي فراخ مفرومه معاها برغل، تلاقي اللون الابيض ولطيف ازاي اهو، معاها بصل، معاها توم، توابل مفيش، نفرمها كمان فرمه صغيره ونشوف هنعمل ايه بعد كده. خلص الكلام، هنشيل دي كده مع بعض ونوسع لنفسنا، ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات الصغيره دي تحافظ عليها، سكينه الكبه دي ما تحطهاش في الحوض لان خلصت اكل، وطبيعي الواحد لما بياكل بيهدى شويه، ممكن تلاقي السكينه دي في قلب الحوض تعمل لك مشكله. حلو الكلام، الحاجات الصغيره دي بتفرق معانا في المطبخ. او بنوتك دخلت تغسل الحاجه في قلب الحوض بتاع الغسيل تجرح صباعها ايديها، الحاجات اللي انا بقولها دي بتحصل في كل بيوت، خلي بالك، احنا مش بنخترع الذره، احنا بنتكلم من واقع البيت، سواء البيت العربي البيت المصري، دي لو حطيتيها في قلب الاطباق او في قلب الحاجات اللي موجوده في قلب الحوض ممكن تسبب لنا مشكله، فخليها بره قدام عينيك بتغسليها لوحدها، حلو الكلام؟ خليها على جنب كده ونشيل ده كده. ده الخليط اللي انا بفرمه من شويه. حلو. ايه الجديد يا عم الشيف؟ ايه اللي انت عملته هنا؟ اصبر على رزقك يا حاج احمد. هناخد ده كده، حلو، وناخد السبانخ اللي موجوده عندنا. دي سبانخ طازه زي الفل اللي بتتكلم مصري من خير ارضنا، زي ما هي كده باخدها وتحت ايديا وحيات عينيا. شفت السبانخ الحلوه دي كده؟ الاطفال اللي مش بتحب السبانخ، ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه. الفرمة دي لازم بالشكل ده كده. هيجوا الفلاسفة يقول لك الشبه المغازي ليه ما حطهاش مع الكبة وفرمها وريح راسه؟ بقت ملوخية، بقت الخضرة بتاعت القلقاس يا قلقاس، ما ينفعش خالص. بالشكل ده كده. الفرمة دي مطلوبة. ناخد السبانخ دي كده نسقطها هنا. تاني اللي ما خدش باله من الأول ياخد باله من التاني. ناخد السبانخ دي كده يا عم الشيف ونفرم. وما تقوليش لاولادك دي سبانخ. دخلت المطبخ عملت طبق جديد شفتيه على القناه الاولى مع الشيف المغازي. بعد ما ياكلوا واستطعموا، يا ماما ايه الاخضر اللي كان في الكفته الحلوه دي الجميله دي؟ دي سبانخ يا حماده. سبانخ يعني حديد مستودع من المعادن.
يعني تعالج الانيميا، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا زي ما هي كده. اه يعني بنتكلم عن اكله حلوه، واللي عنده معلومه حلوه عن اكله حلوه بيفيد المجتمع. ست الكل قالت وصفه لطيفه وجميله، سبانخ جلاتان باللحمه المفرومه. تسلم ايدك يا ست الكل. احنا حطينا كل حاجه، نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد كل ده مع بعضه ونقلب كده. طبعا خلي بالكم انا هنا عامل تركيه لطيفه، البرغل هنا هو سيد الموقف. البرغل اللي انا حاطه مع الدجاج هو اللي بيلم الشمل ده كله، والبياض البيض هيلعب دور مهم كبير هنا. شفت الجو ده كده؟ وادعك ده كله مع بعضه كده، واتاكد ان السبانخ دخلت في كل التفاصيل. الله، لغايه زي لغايه دلوقتي كده احنا زي الفل. عايز اعمل انا بقى راس الكفته، معايا من المكونات بتاعتي دقيق. واقلب الخليط ده كله مع بعضه، انزل بالتوابل بالمره معلش عشان كله يبقى مع بعضه. توابلنا ايه يا عم الشيف؟ نفس التوابل، بابريكا اللي انت حباه بقى اهو. وجود المعلقتين الدقيق هنا هم اللي هيلموا لي الشمل ويظبطوا لي التقليبه دي كلها. ونحط معانا الهريسه، معانا فلفل احمر اهو زي ما هو كده مخرجنا الجميل بعد اذنك. ده دي مكونات الهريسه بالظبط. زي ما دي كده بتشيل البذر منه يا مرام وتجففيه. في طريقتين للتجفيف. الطريقه الاولى بنقطعها نصين ونحطها في مكان تهويه ونسيبها يومين ثلاثه اربعه لغايه لما تنشف تتيبس يعني، وتتفرم في قلب الكبه، يتحط عليها زيت زيتون وتتحفظ في الثلاجه اللي هو البراد يعني بسموه. الحاجه الثانيه ان هي تتفرم زي ما هي كده، ودي طريقه سريعه، وتحط عليها توم وزيت زيتون وتتحط في برطمان. ولكن ايهما اصلح؟ ان انا ايبسها او انشفها بتاخد وقت كبير وتتخزن فتره طويله. لو طحنتها طازه زي ما هي كده وحطيت عليها زيت زيتون وتوم وحفظتها تستخدم يوم او اتنين. انما في حاله ان انا حابب اخزنها، في حاله ان انا حابب اخزنها ان انا ايبسها واحطها عليها توم وزيت زيتون وابدا اخزنها يوم وثلاثه واربعه عندنا في الثلاجه. يا نعم يا ست الكل. لا لا خالص. حلو، ناخد ده كده مع بعض اهو. التقليبه دي شفت دي عمل ايه؟ بعد التوابل بتاعتي عندي بقى صينيه كاسرولة، ادي كفته السبانخ بالدجاج كلها سبانخ اللي اكل منها بألف انا وشفا. هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هي كده اجيب كاسرولة هتخش الفرن ونشويها في الفرن، تطلع تلاقي الصوص الاحمر الحلو من صلصه الطماطم. ولادك حابينها بالوايت صوص اهلا وسهلا، حبينا بالصوص الاحمر اهلا وسهلا، بالبنك صوص اهلا وسهلا حسب الرغبه. هناخد الصينيه دي كده ونحط في ارضيتها شويه زيت زيتون ونشويها في الفرن. حلو زي الفل. تمام. اللهم صل على النبي. شغالين مع بعض. خدي مني بقى المعلومه دي كده، انت عملت كفته زي دي كده فيها عناصر غذائيه كتير، ايه المشكله لو جبتي شويه عين جمل طحنتيهم وحطيتيهم في قلبيها؟ حلو، دعمت الكفته باوميجا 3. جبت شويه لوز يا مزاج اللوز وطحنتيهم حطيتيهم فيها، تبقى دعمتيها باللوز. وهكذا. شغالين مع بعض. درجة حرارة الفرن عندي 180، كده كده الفرن فيه بطاطس بتتشوي. حلو. في كتير بيسألوا على السوشيال ميديا، جوزي بيبقى بره مع اصحابه بياكل اكلة معينة بيطلب مني ان انا اعملها في البيت. عم احمد اكل اكلة حلوة مثلا، اختراع مثلا، بطاطس بجبنة، جمبري بجبنة، وعايزني اعملها له في البيت، اعمل ايه يا عم الشيف؟ الراجل اكل حاجه حلوه المفروض يجيب منها على البيت ويقول لمراته لست الكل والله انا شفت الطبق ده عجبني وتعالي اعملي لي مثلا البطاطس اللي بالجبنه دي كده، وهكذا.
يبقى في هنا تواصل أسري بواسطة أكلة حلوة. تقوم هي الست الكل اللي بتحب ولادها وجوزها، هتشوف البطاطس اللي اتعملت بالجبنة، بطاطس بتتقلي بتحط عليها جبنة شيدر مطبوخة أو جبنة شيدر مبشورة، بتحط لها حليب وزبدة وتسيح وتتحط على البطاطس المقلية. هو اختراع بس عجبه، أو إن احنا اتعذبنا بره، إيه المشكلة لما نخش البيت نعمله بنفسينا ونساعد البدام في الحاجة دي، وده يعتبر أي حاجة حلوة. أنا حبيت بس أتكلم عن الموضوع ده لأن بيسألوا كتير. شيف مغازي، والله ولادنا جوزي بيحبوا ياكلوا بره، بيعجبهم الأكل بره، وبطلب مني إن أنا أعمله في البيت وهكذا. كفتة زي دي طبعًا مش هتلاقيها بره خالص، خلي بالك، ده اختراعك أنت علشان أنت بتتابع القناة الأولى وتشوفي الإبداع الطهوي للشيف المغازي. حلو. درجة حرارة الفرن عندي 180، وتعملهم قد بعض كده. تاني. كلها سبانخ، كلها حديد. زي الفل. دول كام يا عم شفيق مخرجنا الجميل؟ 3×3 ب12. حلو، 3×4 ب12. حلو قوي. بيقول لك الشيف بيحسب غلط. هنشيل دول كده ونخليهم على جنب. درجة حرارة الفرن عندي 180، رشة جريئة من زيت الزيتون وندخلها الفرن يا عم الشيف عشان ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ازاي السلطة الروسية اللي مشهورة في بعض المطاعم بتتعمل. شوف البطاطس في الفرن يا مخرجنا يا جميل يا مدلع، هو ده. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. كفتة الدجاج بالسبانخ في قلب الفرن، تتحط في أرضية الفرن عشان يجي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ والصورة الحلوة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. هستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف الروس صلات بالكنوة من المطبخ الصحي، أو هتروحوا بقى تتابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التفاصيل مع المغازي. صلصة الطماطم أنواع، صلصة بيتزا، كاتشب وعايزة تريحي راسك، وايت صوص اللي هو البشاميل الخفيف بتاع المكرونة، زي ما انت حابب. ولكن التركية في ايه؟ ان لازم اي صوص بتعمليه لازم ياخد الطعم بتاعه. تعملي صوص طماطم يبقى زعتر وزبدة مع شوية طماطم مضربون في الخلاط مع فص توم لطيف ونسيبهم على النار كده يغلي. ايه المشكلة لما دعم صلصة الطماطم دي مع البوكيه جارني بتاع اللي معايا كل يوم بالشكل ده كده؟ الله، هو ده الشغل. مع معلقه دقيق صغيره زي الفل كده. انا بعمل صوص طماطم لطيف وجميل، بخليه على جنب كده لغايه لما كفته السبانخ اللي معموله بتكنيك عالي من الخبره الطهويه تطلع من الفرن. هنشوف مع بعض دلوقتي مقادير الروس سلط بالكنوه. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. بطاطس مغسوله واتسلقت بالقشره بتاعتها، وبعد ما اتسلقت بالقشره سيبناها لما تبرد وقطعناها مكعبات. ولازم البطاطس تتسلق بالقشره بتاعتها، ما ينفعش ان انا اسلقها بعد ما اقشرها، ده مطلوب على فكره. حلو قوي. ولكن مهم جدا وانت بتعملي البطاطس الحلوه دي كده تحط في الاعتبار ان هي غنيه بالنشويات والكربوهيدرات، فلازم تستفيدي بيها. فما ينفعش ان انا اقشر بطاطس واسلقها وارمي الميه بتاعتها، كده انا برمي تقريبا 60% من العناصر الغذائيه اللي موجوده في البطاطس. كل انواع الخضار بتسلقيها، كوسه، جزر، بسله، حذاري انك انت تفقدي السائل بتاعها، سائل السلق، القرع العسلي، الحاجات دي كلها. سلقنا البطاطس، سيبناها لما تبرد في الثلاجه او بره الثلاجه، قشرناها قطعناها مكعبات. وهكذا الجزر، وهكذا البسله، مسلوقين معانا. ومعانا الكنوه بتاعتنا بتتعمل ازاي دي يا شيف؟ في نوعين من الكنوه، في انواع بيبقى في حبه سودا وحبه بيضة، وفي انواع بيضة كده بتتجاب بتتغسلش دي على فكره، دي زي ما هي كده بتحطيها في حله فيها ميه مغليه، حبه تحطي معلقتين زيت زيتون، بصلايه ناعمه، كانك بتعملي رز بالظبط، هي زيها زي الرز، وتسويها على النار وتسيبها لما تبرد في الثلاجه مع زبادي اهلا وسهلا، مع سلطه اللي عاملها دلوقتي اهلا وسهلا، مع مشويات كده لطيفه زي الفل، زي ما انت حابه. هنعمل السلطه دي مع بعض، وانا خليت السلطه للاخر عشان يبقى معانا الوقت الجميل نبدع فيها كلوحه فنيه مع بعض. انا بقى هعمل حاجه حلوه، معايا سبانخ طازه
ايه المشكله لما احط سبانخ طازه مع السلطه دي؟ هتقول لا بالعكس. طيب ايه رايك نشوف الفرن يا شفيق؟ انا عايزك تبص على الحلاوه اللي في الفرن. اللهم صل على النبي. معانا كفته السبانخ لطيفه وجميله، كتله حديديه في الفرن، شفت الكره دي؟ ومعانا كمان البطاطس. ايه اللي ابداع الفن الجميل الحلو ده؟ ايه ده؟ من داخل الفرن حامد، من داخل الفرن بتطلع البطاطس المشويه، هطلعها دلوقتي حالا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل السلطه بتاعتنا ازاي. حلوه قوي. بجيب بوله صغيره كده، بعمل التتبيله اللطيفه دي، اللهم صل على النبي اهو. طبعا بيكون عندنا سرفيس كبير زي ده كده، بنتبل بنغرف فيه السلطه، احط شويه بقدونس. البقدونس يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع من فضلك. بنحط شويه شبت صغيرين عينيه، ونحط بصلايه ناعمه حلو قوي، سامع انا صوت الصوص بتاع الطماطم لطيف وجميل ازاي اهو، وخرجنا الجميل. شفت الحلاوه دي كده؟ صوص الطماطم ده يتناغم وينادي لكفته الدجاج بالسبانخ اهي. اهو تقل كمان، ليه تقل بقى؟ قول لي انت بقى، ما خدتش بالك انت. حاطط عليه معلقه دقيق. الله عليك يا حبيب قلبي. طيب ناخد اللي هنا المايونيز. معانا اتصال استاذ رحاب؟ ده المايونيز بتاعنا، مايونيز على بقدونس على سنه من الشبت. الشبت ده حرامي، بلاش ان احنا نحط عليه، نستخدمه كتير. حلو قوي. ده بقدونس ومايونيز، ركزوا في السلطه دي عشان جميله جدا. حبه توم، حطي توم، مش حبه توم اختياري. طب ايه الصح يا مغزل؟ احنا بنمشي وراك ونسمي بسم الله. حطي معلقه توم صغيره، التوم الطازه يا اخوانا زيه زي البصل الني، زيه زي الجنزبيل الني، يعني اللي مش مستوي. الدرنيات كلها عموما سواء بصل او توم او جنزبيل من الحاجات اللي بتساعد على تحريك الدم في الشرايين الدقيقه في الجسم، هو ده دوره، يعني حاجه كده بتدعم الدم تخليه يمشي زي الصاروخ. شايفين التوم الني في قلب السلطه؟ طبعا فتوش حطيه، بس التبوله لا، ازعل منك لو حطيتيه. ناخد هنا، اللهم صل على النبي، العب البطاطس المسلوقه، الجزر المسلوق، البسله المسلوقه، البطاطس المسلوقه. سامع كنت بتقولي ورايا؟ الجزر المسلوق، البسله المسلوقه. بقدونس احنا حطينا، مش هحط خلاص. ناخد دول كده مع بعض ونقلبهم. شفت الخلطه اللطيفه دي كده؟ شفت الجوده؟ شفت فكره ان انا التكنيك نفسه تكنيك عالي من الخبره، ان انا حطيت على المايونيز بقدونس وشبت، واحط دلوقتي شويه زيت زيتون وعصير ليمون كده، بقى خليط واحد. دي الرز سلط على طريقتي. البعض بيحط عليها بيض مسلوق، وده اختياري. عصره ليمون حلوه بتدعم السلطه بفليفر من الحمضيات، زيت زيتون بيدي لمعه وقوام. عموما زيت الزيتون على الني مفيش منه مشاكل، خلي بالك، حط في الاعتبار انك انت سلق البطاطس بقليل من الملح، لانك انت لما بتيجي تسوي البسله او البطاطس بتحط قليل من الملح علشان عمليه التسويه، فهنا ترفعي ايدك من الملح خالص وانت بتعملي السلطه، ما تحطيش الملح مرتين. بجيب السرفيس بتاعي الحلو ده كده، وعندي خس كابوتشا او خس بلدي، ده الموسم بتاعه، وابدا افرش بياضي كده واعمل طبق سلطه حلو. شفت ده كده؟ واخد الورقه دي كده كانك بتعملي طبق تبوله او طبق فتوش. شفت الشكل ده كده؟ لوحه فنيه، عشان كده انا بدات وسبتها للاخر. الوقت اللي معانا المتبقي بنستغله في رسم لوحه فنيه
من طبق سلطه من طبق حلو عينيه اهو. حالا اوريك دلوقتي لوحه فنيه يا مخرجنا. شفت الشكل ده كده؟ ونشيل الكنوة اللي مش مستوية وندخل بالكنوة المستوية ونشيل كل حاجة من هنا عشان نشوف الإنتاج بتاعنا. زي كل منا يعمل في حقله في مكتبه في عمله بيفرح بالإنتاج بتاعه. كل حاجة تتشال عشان نشوف الشغل بتاعنا. العب كل ده مع بعضه. ناخد السلطه الحلوه دي كده، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح على الكنترول. لا يا غالي الكنوه مش هتتحط دلوقتي خالص، الكنوه تتحط على الوش عشان الضيوف الكرام، عشان صاحبتك اللي انت عازماها يعرفوا انك انت مكلفه طبق السلطه ده كده. الله، في كل حاجه بتدوري على البوتاسيوم على المغنيسيوم في البسله للسيدات الحوامل والامهات، ربنا يديهم الصحه. جزر فيتامين سي موجود في في الجزر، والجزر مفيد جدا بأليافه. كربوهيدرات ونشويات موجوده في البطاطس. مايونيز بروتين حيواني اللي هو مصنوع من البيض، كلنا عارفين البيض، مع زيت، وده اصبح السلطه دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم كل مراحل العمر. عندنا الكنوه لطيفة كده وجميلة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ شفت الجو ده كده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ صوت نخشاشة السنان مع الكنوة وهي تحت سناننا. تاني عاجبني الصوت ده اهو. هو ده. زي الفل. نطلع بالبطاطس بتاعتنا. في سبانخ ورقية هنا اهي، بحطها كده. شفت الشغل ده؟ ما تكلفش ثلاثة تعريفة والله العظيم. أهم حاجة إنك تخش المطبخ بحب، أهم حاجة إنك أنت عايزة تخش المطبخ تعملي حاجة حلوة. المية من إيدك يا ست الكل، شربات من قلب الحنفية. السبانخ حتى تدويرها مع الخس إدت لون جمالي. حلو الكلام؟ تعالوا نطلع البطاطس بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي بتناديني، نحطها في المركب ده كده مع عود روزماري لطيف. برزنتيشن امرني ده، اشيل ده من هنا خالص. حاضر، انا عارف انت عايز ايه يا باشا. خبره اهو. ايه رايك كده يا برنس؟ هو ده. حاضر. المخرج بقى ولازم اسمع كلامه، احنا كلنا بنشتغل، انا اخر مجهود ممكن ببذله، خلي بالكم معايا فريق عمل بوجه له التحيه والشكر. ناخد البطاطس بتاعتنا الجميله. يا ويلي يا ويلي على الدلع. بص على الحلاوة بالله عليك، بص شوف الحلاوة دي، شوف الحلاوة دي. هي دي. هو ده. حلو قوي. اعمل ايه؟ اغرفها. دي كانها سلطة، خلي بالك انت ممكن تعملي حاجة حلوة احسن مني. بعد البطاطس دي ما تبرد يا ست الكل، يا امي يا خالتي، قطعها نصين. يا ويلي، ويا سلام لو عندك بيض مسلوق حطيتيه عليها. بص على الحلاوة يا شفيق، بص بالله عليك، صلى على الحبيب قلبك يطيب. بطاطس لقيتها بالصدفة والله. أقول لك على حاجة حلوة، بس ما تقوليش لحد، بس خلونا نغرف البطاطس الأول. لسه لا، في معلومة هنا غير معلومة في الجون زي ما بيقولوا، خلي بالك. إيه يا عم الشيف؟ ده عود كرفس لطيف وجميل، حطه هنا كده. حلو، وناخد البطاطس الحلوة دي كده زي ما هي. اللهم صل على النبي. دوري على مطاعم مصر كلها مش هتلاقيها. اقول المعلومه الحلوه بقى، بس دي للناس حبايبي اللي بيتابعوني على القناه الاولى. شفت الصينيه اللي انا بسوي فيها البطاطس دي؟ بص عليها كده. بالله عليك تبص عليها، بالله عليك تبص عليها، جيب لي تفاصيلها. طيب شوف انا عامل فيها ايه، نحطها هنا. لا بص اسمعني، اسمعني بس، الله يرضى عليك، عشان انا لما بحب اشتغل هولع النار عليها. نشيل ده كده عشان تولع النار. احنا معانا وقت صح؟ وانا مش ببخل باي حاجه على فكره، عشان الكلام ده هنتحاسب عليه يوم الدين. زي الفل تمام. اللي عنده معلومه عنده نصيحه ويبخل عليها على اخوه هيتحاسب. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ صلى على الحبيب.
الطاسه دي كله منتظر الشيف هيعمل ايه. حاجه حلوه الشو ده. الطاسه دي زي ما هي كده، بص عليها وهي بتلف اهي. باخد عندي شويه بوكي جرنيه من ده بس خلاص، واسيبها على النار. باخد البهريز ده، ده الطعم هنا هنا، واسيبهم يفكوا كده على نار هاديه على الكفته ما تطلع بتاعتي الجميله الحلوه. واخد الفليفر ده كده بالراحه كده احركه، واحطه على صوص الطماطم الجميل اللي جنبي ده كده، وتوج بيه كفته الدجاج بالسبانخ. شفتوا المطبخ بتاعنا؟ هو ده. طب هتقول لي يا شيف ابو غازي وانا لازم اعمل البطاطس يعني دي علشان ده؟ هي بالصدفه، ما هو المطبخ كده، المطبخ كده ملوش قواعد ولا له اسس خالص، في فن، في خبره، في ابداع، في حب للمطبخ. مفيش نظريه تقول لك ونضع البطاطس، لا مفيش الكلام ده خالص. في حاجه كده بركه، انت داخله المطبخ تعملي اكل حلو. هسيبها كده باخد الطعم ده كده بالراحه خالص، كل ما تسخن شويه كل ما تديني الايه الطعم. بدا يطلع معايا اهو. ده اللي انا عايزه. انت لازم تولعي بقى، معلش منك. حلو، خليك براحتك. يلا انا عايز النار هاديه، ما ينفعش نحطه على نار شديده، على خلي بالك. ودي على فكره لو انت لفيت العالم كله مش هتلاقي طعم صوص الطماطم اللي هنعمله ده مع بعض غير عندك. تاني اهو، عايز انا ده كده اهو، بشيله بقى كده. شوف معايا الصوص ده كده اهو. ده على فين يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهو، بنسقطه هنا على صوص الطماطم. يا ويلي، هو ده، ده المطبخ. حاجه مش على البال ولا النيه ولا في الحسبان ولا في المقرر. هنشيل ده كده، مع ان انا ما خدتوش كله يعني، انا كان نفسي اخد اللي في الصينيه كله. ونقلب كده. عندك طبق مكرونه، خديه حطيه مع وايت صوص. هتقولي يعني طب انا ما عنديش عامله كفته فراخ وعايزه مكرونه، خدي الصلصه دي حطيها في طبق وايت صوص مكرونه، يبقى لطيف وجميل. تطلع كفته السبانخ من الفرن، ده مكانها، ونمسح الترابيزه بتاعتنا. صوص الطماطم ده انا عملته ازاي؟ فص توم ناعم، بصلايه ناعمه، بنحمرهم في زيت زيتون، ننزل بالطماطم المضروبه في الخلاط، ونسيبهم يغلوا على النار لقوام حلو. بنحط معلقه دقيق صغيره عشان تدي قوام للصلصه بتاعته وتبقى متماسكه. سامعين الصوت بتاع الطماطم؟ فرحت. ما احنا لما نجود على اكله، الاكله بتفرح، بتحس ان صاحب الاكله دي مهتم بيها. شايفين؟ بص بالله عليك، صوص الطماطم ده صوص عالمي عالمي، عمره ما كان هيتعمل كده ولا كان في الحسبان. البهريز اللي نزل من الفليفر بتاع البطاطس مع الزعتر مع الروزماري مع زيت الزيتون مع التوم، اضاف للطماطم دي رونق من الخبره. تعالوا نطلع الكفته بتاعتي. اللهم صل على النبي. العب. مكانها هنا. المطبخ بتاعي النهارده صحي 100%، وكمان في خبره طهويه لطيفه وجميله. ادي الكفته بتاعتي، بص عليها مخرجنا الجميل. اللهم صل على النبي. لا الصوت ده انا هقرب كده. لا جامد، في خناقه هنا، خناقه. حلو، ناخده كده تتغرف كده. الله عليك يا عم الشيف، الله على دلعك. هاتيلي بقى كتاب يقول الوصفه دي، هاتيلي تاريخ يقول الوصفه دي. اذا نقول بصوت عالي، حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في برنامجنا الشهير اكله امي. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو.
الشمس.